بون السلام عليكم اخوة الاخوات، مرحبا بكم معنا من جديد قناة مكتب وموقع اجون سافدو لاخذ موعد طلبة الفيزا. دائما في اطار نشر المعلومة البناء نسأل الله السلامة والعافية ومغفرة الذنوب بسم الله الرحمن الرحيم. كيف العادة كنتواجدوا يعني في الفضاءات ديالنا ديال بن سليمان بخلابة ولله الحمد. هذا الفيديو اقترحته بعد اول شيء كاين خبر مفرح انا غادي نحط لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم قبل هذا الفيديو باش نخلي الناس يعني الناس اللي بغات تعرف الجديد على السياحه. ولكن هذا الفيديو غادي نهضر على عقود العمل في فرنسا والجديد ديالها واشنو طاري، لان بالوقيته اللي هضرنا عليهم حتى دابا عاود ناس خرجوا لهم دي كونطرا وعاود ناس جداد دخلوا في هذه المعمعه كما كيقولوا وباقي ما عارفينش لي بروسيدور ولا الجديد ديال هادشي، وحتى الناس دابا اللي كينتظروا باش نوافيهم في الجديد. اذا بقوا معنا الى اخر الفيديو. اذا كما كتعرفوا الخوت على حساب عقود العمل، عقود العمل الخوت ياما هضرنا عليهم وياما يعني شرحنا لكم لا بروسيدور اكزاكت كيفاش تدفعوا في عقود العمل. اذا الناس الجداد اللي معنا هنايا باش تعرفوا ولا الناس القدام، لا بروسيدور دابا ديال عقود العمل في فرنسا تبدلات هادشي يعني قطعي. ما بقاتش لا بروسيدور يعني كما يقول لك ولات لا بروسيدور اونلاين، يعني الباترون ديالك خصو يدفع لك عبر لا دريت هي اللي جات في بلاصه لا ديريكت، لا دريت لا ديريكسيون ريجيونال ديكونومي اي دو ترافي سوليداريتي، هذه هي لا دريت ديال اللي كتكلف يعني بالطلبات ديال عقود العمل. عندها بزاف ديال ليميسيون ولكن ما بين هاد ليميسيون كتكلف بطلبات عقود العمل. انت من كتدفع لا دريت عندك 3 سيمان كيردوا عليك يا اوكي يا نو اوكي. هادشي من بعد ما الباترون ديالك كيمشي لبول امبلوا بيان سور كيدير لوفر وما كيجي حتى شي واحد. اذا من كيدفع وكتخرج لك لوتوريزاسيون دو ترافاي، يعني الكونترا ما كافياش، العقد العمل ما كافيش، كتخرج لك لوتوريزاسيون دو ترافاي. مي كتخرج لك لوتوريزاسيون دو ترافاي تماك وقع مشكل. كان نورمالمون داكشي كيجي لوفي، شناهو هاد لوفي؟ لوفي هو مكتب الهجره اللي مختص في عقود العمل والتجمع العائلي، الناس اللي باغيين يمشيو لفرنسا في المغرب. لوفيس فرونسي دانتيغراسيون ديميغراسيون هو هذا لوفي. الو لا بروسيدور العاديه كيجيك هنايا الكونترا وكيعيطوا لك كتمشي دير واحد لا فيزيت ميديكال فهاد لوفي، عينين ودنين مسائل، وكيعطيوك رونديفو في تالاس هي ملحقه تالاس هي اللي كتكلف بالملفات ديال فرنسا. عاد تالاس كتصيفطوا للقنصليه، من بعد ما كيمشي للقنصليه كيجيك لوكي من عند لوفي، كتمشي تهز الباسبور ديالك من عند لوفي وكتمشي في حالك. هذه لا بروسيدور العاديه. دابا ما بقاش هادشي، اشنو ولا؟ بقاو معانا. اشنو ولا؟ ولا سيدي نتايا الباترون مين كيدفع لك وتخرج لك لوتوريزاسيون ترافاي ما كتصيفطوهاش، واخا كتجي لوفي ما كيعيطولكش. بيان سور انا كنهضر على هنا على صحاب السي دي دي، هي لا بروسيدور كيف كي سي دي دي كي سي دي اي، ولكن لي سي دي اي سون سوسبوندي جوسكا نوفيل اوردر، ما كاينينش لي سي دي اي دابا. علاش؟ بكل بساطة فرنسا بغات الناس ديالها ينوضوا يخدموا. سي دي اي فرنسا عارفة أن سي دي اي غتطلع بها الوراق، وهي ما باغاكش تطلع الوراق، هي باغاك تمشي تضرب تمارة وتولي. باش بلا ما تقع عليا خويا سي دي اي شنو داروا، شوف كلشي باين. فرنسا عمرات قالت لك لا إله إلا الله، ولكن حنا رانا جايين. كما كيقول لك، صحاب سي دي اي راكم غاديين، غصبروا. هي فرنسا عمرات ما بقاتش باغا بنادم، ولات باغا بنادم ديالها ينوض يخدم. هي علاش كدابا دايره هذا الشيء اللي غادي نشرح لكم، دايره غير صحاب السي دي دي، يعني غير السيزوني يمشي يخدم ويولي. ولكن هذا الشيء ما كيمنعش بانكم غتمشيو، صبر جميل. ما علينا. دابا انت هذا السي دي دي ملي كتخرج لك الكونترا خص الباترون ديالك، اسمع عليا مزيان هنا ركز، خص الباترون، وهذا الشيء ما غتلقاش في شي بلاصه اخرى، قليل اللي غيعطيك لانفورماسيون اكزاكت اي كوريكت. خص الباترون ديالك يجمع لي باترون صحابو باش كتخرجوا واحد العشرة ديال لي باترون باش يمكن لكم تشدوا واحد الموعد مع لا بريفيكتور. غتقول لي علاش غنجمعوا؟ لان هاد لا بروسيدور اللي غادي نشرح ما يمكنش يديرها ان باترون راسو، خصو يجمع دي باترون صحابو. بحال انايا نهار اللي كنت نجمع الناس ديال لا نوفيل اكيتان ولا دوردون والبوردون ليون، هادو كنا نجمعوهم والحمد لله توفقنا وجمعناهم. داروا واحد لا دوموند بحال شاك باترون عنده مثلا 10 العمال ولا 20 عامل، يعني غادي يكون يعني ابوبخي واحد 180 ولا 186 واحد بحال هكا ديال العمال اللي غادي يمشيو. كيشدو رونديفو مع لا بريفيكتور، دوك العمال كيكتبوا واحد لا ليتر كيكاشيو فيها كاملين وكيصيفطوها لا بريفيكتور. لا بريفيكتور كتشد لهم رونديفو مع المينيستر انتيريور،
كيشدوا لهم كيقول لهم كيديروا معهم البحث علاش باغي نجيبوهم وهادي فين شنو غادي يديروا اكسيتيرا بون كيقادوا لهم واحد لو دوسي سانيتير اسمع عليا مزيان كتقادوا واحد لو دوسي سانيتير هذاك لو دوسي سانيتير كتقادوا داك مين كتقادوا دوك البروفي ديال الدوسي سانيتير المسائل هادي لو ريغلومون هادي شنو عندكم اجراءات اللي دابا شي 6 شهور حنا يلاه مشاو الدراري كنقول لكم بتجربه فوالا كتقادوا دوسي سانيتير كديروا رونديفو مع البريفيكتور كتهضروا معاهم اكسيتيرا بعد مناورات ديواجي ديناجي لي زيماي هادي 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 راه ماشي كدير لا سي با فاسيل هادشي برون دو طون هادشي كيقولوا لكم اوكي مين كيقولوا لكم اوكي لوفي كتكونتاكتي لي باترون العامل ما عندك حتى علاقه مع لوفي انا كيقول لي شي واحد فوقاش يعيطوا لي لوفي ولا حتى ما عندك حتى علاقه مع غيعيطوا الباترون ديالك غيقولوا له فوالا فوالا قول الناس ديالك يجيو عندي فهاد لادات اسمحوا لي المهم حنا قصارين الخوت ما علينا مين كيمشي مين كي الباترون ديالك راك عارف على حساب اللي بغى يمشي واللي ما بغاش يمشي هو كي عنده هو عنده لو سوا كيقول لكم سيرو كدوزوا لا فيزيت ميديكال مزيان اوكي كديروا لا فيزيت ميديكال اكسيتيرا لي فورميلير داكشي كتخدو كلشي مين كديروا لا فيزيت ميديكال كي المهم كيتصلوا بكم كيقول لكم فوالا دفعوا الدوسي التالس مين كتدفعوا الدوسي التالس بون كيكون قبول كيكون ما علينا هذاك الشيء كيبقى سلطه تقديريه ديال القنصل هو واحد 95% كتقبل واحد 5% الا كان عندك شي حاجه في حسن السيره ولا كان عندك شي حاجه انت شي رفض الله يسر هذاك اثر عليك ولا يقدر يترفض لك يقدر اما الناس دازوا داك موضوع اخر افترضوا تقبلاتك الفيزا ايطول كلوفي كيقولوا لك هي الفيزا اوكي ولكن ما كيعطوها لك شنو كيقول لك كيقول لك اوكي كيقول لك سير قطع الطياره اسمع مزيان كتمشي تقطع الطياره كيقطعها لك الباترون الطياره باش تقطع الطياره كتخرج ب 46 مليون الطياره كتعرف 46 مليون ما كتعرفش شي حاجه اخرى اذا دوك لي باترون علاش كيقولوا لكم تجمعوا باش دابا الباترون الا بغى يدفع الراسو خصو يعول انه غيخلص الطياره الراسو علاش كيقولوا لكم جمعوا واحد 10 ديال لي باترون ولا 20 باش الطياره تجيكم رخيصه دابا شحال ما كان لو نومبر كبير ديال الناس شحال ما الثمن رخاص مثلا الى الطياره عمرات 186 واحد غتخلصوا غير 350 اورو بصح الطياره الا كان فيها غمية واحد ما كاينش 86 نتوما غتخلصوا على 86 يعني دوك لي باترون غيخلصوا على 86 يعني البي غيولي ب 450 اورو وشحال ما العدد نقص شحال ما الطياره غتطلع وتا الباترون غادي يجيبك غيخلصك ويعاود يخلص الطياره مثلا الا كان باغي يجيو 20 ل 30 راه اضرب وقسم 46 مليون على 20 ل 30 شحال غتجي لهاد الباترون غينوض يخدم هو احسن ما يجيب افهم لي البلان كيفاش اخويا تبع معايا الطياره كتخرج ب 46 مليون يعني العمال خص يكونوا بزاف ديال لي باترون عندهم العمال بزاف باش تقدر الطياره تجي ديكم كتكون رحله استثنائيه ما علينا كتقطع البي ديال الطياره وكترجع عندهم كتقول لهم فوالا قطعت البي ديال الطياره انا مقبول الحمد لله مازال ما تقبلتيش كيديروا لك واحد تيست بي سي ار فلوفي ولكن تتقطع الطياره عاد كيعطيوهم كيدومونديو رونديفو لي باترون كيدومونديو رونديفو لوفي باش ديروا واحد تيست بي سي ار كديروا واحد تيست بي سي ار وكديروا واحد الحجر ديال 15 يوم عاد كترجع مي كترجع عندهم يقدروا يعطوك الفيزا ويقدروا ما يعطوكش يعني انت وزهرك يقدروا يعطوك الفيزا يقدروا ما يعطوكش الفيزا وبحال واحد 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 الصديق ديالنا ما عطاوش الفيزا علاش ما عرفتش علاش بون واحد الصديق ديالنا ما خرج له كل شيء قطع له البي وفي الاخر ما عطاوش بون شي اللي كاين اذا خص البي سي ار يكون نيجاتيف عاد عندك الحق تاخذ الفيزا ديالك ونزيدك واحد الحاجه في اي لحظه الباترون يقدر يانيولي لك الفيزا وتخرجك فيزا انيولي واخا خارجه تخرجك فيزا انيولي انيولي لك الفيزا كاين اللي يقدر ما يتفاهمش مع الباترون ديالو وكاين اللي ما نعرف فهمت انيليها صحابك قطعتي الواد ونشفو رجليك لا كيقدر انيلي لك الفيزا هادشي اللي كاين
هذا هو الجديد في عقود العمل لوفي اللي كاين في الدار البيضاء عيال برجاء، اللي كيتكلف بعقود العمل والتجمع العائلي بفرنسا فقط. كيتسمع لوفي كيتسحبو كيتكلف بجميع الدول، لا اوفيس فرونسيز دانتيغراسيون ديميغراسيون اللي كاين في عيال برجاء في الدار البيضاء، هذا هو الجديد. سي دي اي لنا ولكم الله، هادشي اللي عطا الله. راه التجمع العائلي تا هو كان بحالكم، ونادو دعوهم الحكومة المحكمة الأوروبية وربحوهم. وزيدكم واحد الحاجة نسيتها، هاد الناس ديال العقود العمل سي دي دي راه كيتصلوا بواحد السنديكا اللي كنا ذكرناها اف دي اس او ا، لا فيديراسيون دي اكسبلواتور اغريكول، هادي بالنسبة للناس ديال الفلاحة اف دي اس او ا. هاد السنديكا هي اللي كتوسط لهم ما بين لا بريفيكتور وما بين لوفي، خصكم تعرفوا هاي وهي اللي كتكلف يعني بالعمال باش كيجيبوهم. يعني الفو يعني كونتاكتي سانديكا اديكوا مع ديك لو فونكسيون ديالكم، هذا كل شيء. وبارطاجيو معنا هذا الفيديو الى عجبكم المحتوى، وعطونا اللايكات ديالكم اللي استفد من هذا الفيديو، عطينا اللايك. وكاين الجديد ان شاء الله الرحمن الرحيم، انا غادي ندير لكم فيديو اخر حول السياحه، وما تبخلوش علينا بالبارطاج. كان معكم اجي نستافدوا الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.